الهدف من هذا الأيام المفتوحة هو أن المواطن يطرح الانشغال تاعه أو التساؤلات، وراح يقدم له كل الشروحات من أجل التسديد والاستفادة من السكن ريفي أو التجزئات الاجتماعية، علما بأن ولاية ورقلة ولأول مرة استفادت في السنة الجارية يعني 2024 وفي الزيارة الأخيرة لوزير السكن والعمران والمدينة، راه قدم لنا 5000 إعانة في السكن الريفي فقط، 5000 إعانة لأول مرة، يعني الولاية استفادت بهذا الحجم الضخم، وإضافة إلى 4000 سكن اجتماعي بينها 2000 في المدينة الجديدة حسين سعود.